الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأفاضل، حديثي معكم في برنامج اتق الله ثم استقم لتصحيح الأخطاء التي نجدها عند البعض من الناس لكي يفوزوا برضا الله سبحانه وتعالى ثم الجنة. أيها المؤمنون، إن من الشعائر العظيمة لهذا الدين شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والذي يعده الكثير من أهل العلم ركنا سادسا من أركان الإسلام. حديثي معك اليوم عن ظاهرة تفشت في مجتمعنا، وهو عدم النصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والخلق والعادات السيئة. أيها الإخوة، لقد تخلى الكثير من المسلمين اليوم عن هذا الواجب، فهما يرون المنكرات تعج بها الطرقات والأسواق، فلا يأمرون بمعروف ولا ينهون عن منكر، ولا ينبهون غافلا ولا يخوفون مجاهرا ولا يحذرون لاهيا ولا عابثا، ويوشك أن يعم العقاب على الجميع. أيها الإخوة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمر الله به سبحانه وتعالى وقال: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ويقول صلى الله عليه وسلم: مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وظيفة الرسل ووظيفة أتباعهم، فقد وصف الله سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم في كتابه فقال: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. وهو أعظم صفة من صفات أهل الإيمان، إذ به يتميزون على غيرهم ويفتخرون على من سواهم. لقد انتشرت في مجتمعنا أعمال وأساليب سيئة وخصال لا يبالي الناس في ضررها على الآخرين، منهم من يتجاوز على الأرصفة أو يسيء إلى البعض ولا أحد ينصحه أو يعلمه، والله تعالى يقول: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ولقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النصيحة بالخير للناس تعود بالنفع على أهلها، وعكس ذلك مشاركة أهل المنكر والسلوك السيء وتشجيع أهل أعمال المضرة بالناس تعود بالضرر والسوء على أهله، مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم: من أمر بمعروف أو نهى عن منكر أو دل على خير أو أشار به فهو شريك، ومن أمر بسوء أو دل عليه أو أشار به فهو شريك. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أيها الإخوة من صفات أهل الجنة الذين باعوا أنفسهم وأموالهم لله واشتروا الجنة فعاشوا سعداء وماتوا سعداء. يقول سبحانه وتعالى: التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. أيها الإخوة، الأمر بالمعروف ربما يكون بكلمة أو نصيحة أو تذكير بمحبة الله تعالى لأهل النصيحة. الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر وهو سفينة النجاة وصمام الأمان من العذاب، وما كان ربك ليهلك أهل القرى بظلم وأهلها مصلحون وأمان من الهلاك. يقول سبحانه وتعالى: فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. أيها الإخوة الأفاضل، أن تأخذ على يد مؤذٍ لحيوان أو إنسان مختل العقل أو يؤذي المجتمع بسلوكه هو من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وإن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر صفة من صفات المنافقين. يقول الله تعالى سبحانه وتعالى: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. أيها الإخوة، قال صلى الله عليه وسلم: أول ما دخل النقص على بني إسرائيل كان الرجل يلقى الرجل فيقول: اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك، ثم يلقاه من الغد فلا يمنعه أن يكون أكيله وشريبه وقعيده،
فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض ثم لعنهم. أيها الإخوة، قالت إحدى زوجاته صلى الله عليه وسلم: أنهلك يا رسول الله وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إن كثر الخبث. ومن حديث جرير رضي الله عنه مرفوعا: ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي هم أعز منهم وأمنع، لا يغيرون إلا عمهم الله بعقاب. أيها الإخوة، ويترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يحرم الإنسان من إجابة الدعاء فيبقى محروما بعيدا عن الله، شقيا لا تجاب له دعوة ولا تعطى سؤال. يقول صلى الله عليه وسلم: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يعمكم بعقاب من عندي ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. أيها الإخوة، إن أول الخلق بهذا الواجب هو النفس، لتكون لوامة لصاحبها على ترك الطاعة وعلى فعل المعصية، وليكون الإنسان قدوة للآخرين. فإن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ويلي النفس الأهل، لأن الله تعالى يقول: وأنذر عشيرتك الأقربين، ويقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. الرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والعمل على إصلاح الأهل أولى من تغذيتهم بالطعام والشراب. ويلي الأهل المجتمع كله، وهو في هذا الزمان وأوجب لانتشار الغفلة والاغترار بالدنيا وتسلط الشيطان وكثرة الانحراف والضلال والتشبه بالأعداء وفشل المنكرات. لذا يقول سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. أيها المسلمون، ولأن إنكار المنكر يكون بحسب استطاعة المرء وقدرته، فإنه على درجات ومراتب ثلاث. المرتبة الأولى باليد، وهذه للأمراء والأولياء، وقد شرع الله الحدود لبيان إزالة المنكر باليد، فشرع القصاص لتحفظ به النفوس، وشرع حدي القذف والزنا لتحفظ بهما الأعراض، وشرع حد السرقة لتحفظ الأموال، وحد الخمر لتحفظ العقول. أما الثانية فهو تغيير المنكر باللسان، وهذه للعلماء والدعاة ومن تحقق لديه أمر المنكر، ولا يعذر بتركه أحد قدر عليه، ويتكون بالموعظة وبالدرس وبالنصيحة وبالكلمة الطيبة. أما المرتبة الثالثة بالقلب، هذا لا يعذر بها مؤمن، ومن لم يستطع ينكر بقلبه فليس في قلبه شيء من الإيمان. والإنكار بالقلب يقتضي بغض أهل المعصية عند الإصرار والتحذير من شرهم. يقول صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وليعلم المسلم أن الغرض من هذه الشعيرة العظيمة هو القيام بأمر الله والطمع في الثواب الجزيل والأعذار إلى الله. قال تعالى: وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. وحماية المجتمع من الشر والفساد، ونشر الفضيلة، ومحاربة الرذيلة، والخوف من عقاب الله، والسلامة من غضبه. أيها الإخوة، إن الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر هم سبب نجاة المجتمع من الهلاك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، لنفوز برضا الله سبحانه وتعالى ونكون من أهل الجنة. إلى هنا، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعني وإياكم في الجنة، اللهم آمين. إلى لقاء آخر، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.